شو غلطيت نفسك انت سبع يا التافه؟ تعال لف لفته تلف لف هذول تنقذهم، خليهم على تدفك وتدركوا بهم. سلاح ما عندك وذولاك داعش وخلصت من عندك. ويا هذا التافه شو غلطيت روحك سبع انت؟ ابني الاكبر متزوج جديد، فكان مأجر بمكان شويه بعيد، يعني يبعد عن هذا 100 متر 150 متر عن البيت هذا. فتحول، لان هذا كان مؤجر، هو ما لنا ملك، مؤجر الى شخص اخر. تحول، قلت له يا ابني تزوج. الرجل ما مانع، قال اعطينا مجال للتاسع وان شاء الله اشيله. تحول، قلت له براحتك. ينقلون بالقرار، حمودي كان يتعشى من هنا بالبير. راح قال ها وين؟ قال راح اروح اساعد حسين نقل الغراض وحده بس، هو واخوه. فبداوا ينقلون بالغراض ستوته، وهاي السياره مال تشيري مال حسين كبير. حدود الساعه 9 بالليل دي ينزل الغراض مال اثاث من الستوته، دي ينزلها لبيت. فجيرانهم طلع لانه صايره قدام البيت السياره، فقال له اطلع منا لا تبقى هنا انا واقف، وخر السياره. فظهر هو من النوع شويه نحس وكذا، فقال له اوكي ماكو اشكال، هسه بس ننزل غراض بيتنا، بدنا ننزل غراض بيه. فطلع مره له خام عليهم ورا حدود 5 دقائق، هم ليش انتم اشو بعدكم هنا؟ ليش ما طلعتوا؟ تعرف شباب يعني، هو شاب شي يعني شي يريد يقول له. قال له انا بدي انزل غراض بالبيت، وين اروح؟ بيتنا هذا المؤجر شال، بدنا ننزل غراض بيه. بطبته الاولى الظاهر هو من دخل حضر البندقيه، فمن طلع طلعته الثانيه تعصب بعد اكثر. طلع مره ثانيه عليهم، قال شو بعدكم هنا انتم؟ شنو انتم ما تسمعون؟ ما قلت لكم ارجع السياره. قال يلا رجعناها السياره، بس هي المساحه يعني ما نسقط، وين يعني نوقف؟ يعني بعدين احنا رجعناها، ومن ينزل بالغرار غير احنا من ننزل الغرار؟ من الملائكه تجي تنزل الغرار؟ ثالث طلع حسين، قال يعني وانا بيني وبين نفسي يقول راح يجيب لنا مي شاي، على اعتبار بانه جيرانهم جدد ونازلين. شو ها طلع بالبندقيه، اول ما ضربوا حسين ضربوا بالاخمس براسه. محمد كان شويه بعيد براس دربونه فد 10 امتار من هذا اخوه، قاعد ركض علي قبل ما يوصل ضربه بيده بطرق ذي كل شيء ما عنده. بعدين قام يركز علي بالضرب اللي وقع. قعد وسولف لي الحادث هو. قال لي انا كنت صاعد بالستوته انقل بالغراض هو واخوه الصغير. بعدين نسمع صوت الطلق، ركض على اخوه الكبير لقاه واقع بالقاع، عباله اخوه ضربه. كان ولد رسل التفت عليه وضربه المجرم، ضرب زوجي بيده. وبعدين من وقع زوجي ضربه ببطنه وخلوه شرد الولد. يعني هو شنو ذنبه؟ انا شنو ذنبي؟ ابني عمره 3 سنوات شنو ذنبه؟ والله عمره 24 سنة شنو ذنبه؟ هسه كسر العائلة كاملة وهذا البشر. بس يسوي يوم يروح للمحاكم يبدونا منها ويرجعونا منها، ما حصلنا نتيجة. وهذا اللي المجرم مفوض بالشرطة، هي هاي المصيبة يعني. المصيبة بأنه هذا اللي يحمي القانون، هو اللي يحمي القانون ترى مو بس بأثناء الواجب، حتى بوقت استراحته، لان هو رجل يمثل قانون الدوله. يعني انت هالشكل بندقيه مالتك، انت تضرب الناس وتحامي عن الناس. الضربه اللي كتلته مو مال المعلمة، الضربه اللي كتلته مال الحوض، لان ما قدر يعني احنا لو شويه بها مجال للنقله الى غير مستشفى اهلي. حتى الدكتور من اعمل قال دير بالكم وتحركون يصير عنده مضاعفات، مخليها عصر يقولك هو داعش جايه. هذا ابن جلدتك جيرانك، انت تخليه يعصب وتضربه شنو؟ ليش يعني ليش؟ ليش فلشت عائله كامله؟ ليش انت بس قتلت حمودي؟ لا انت ما قتلت حمودي، قتلت العائله كلها. هاي مرته خطيه، ابنه هذا الصغير، امه، اني، اخوته، اخواته. هسا انا وين ما ادير وتحت لعبت نفسي من البيت، اشوفه قدامي مو وياي، يمشي يقعد ينام يسولف وياي يقعد وياي ما حتى ابغى على الحمام اشوفه شلون يطب ويطلع شلون يقعد يمي شلون يسولف ويا، ما اقدر خالص ما اقدر صعبه. الله لا يراويها لاي ام، فاجعه كلش كبيره كسر فورني. هو من نوع فقير متدين
ما مسمعنا حكاية مو حلوة بعد شو ما أقدر. طلع القبض ورا 19 يوم بس شنو الفائدة؟ المجرم شارد وماكو أي نتيجة، أي استجابة ماكو. أجرم يكتب سعيد عبونا بطول الحلو. أنتم الداخلية شوفوا هذا شنو هذا وضعيته؟ ليش مخلينا هيك لحد الآن 3 أشهر ماكو أي شغلة قانونية جبتوه لإلقاء القبض عليه؟ زين أنا إلى هسه أشوف واحد، أي واحد هسه بالمواطن عادي ويشوف هذا كاتب له واحد وقاعد ما حد جايب طارية ولا لازمين أخوه ولا دازين على أبوه، يتجرأ يسوي جريمة؟ ولا هذا اللي يشوف جريمتنا يتجرأ يسوي جريمة؟ يقول ماكو دولة، ماكو قانون، وين القانون؟ لعد ما ياخذون هذا. أنا ليته من شارب وزير الداخلية، أنت من شاربك يا وزير الداخلية، وأنت هواي اكتشفت جرائم، هواي كشفوا جرائم من خلال اللجان المشكلة بشكل مباشر من عندك، وليتايك جريمة قتل محمد أنت من شاربك.